نعلم أن الفسفور الصلب يتفاعل مع غاز الكلور لإنتاج ثلاثي كلوريد الفسفور، ثلاثي كلوريد الفسفور السائل. وقيل لنا لدينا 1.45 غرام من الفسفور الصلب، ومطلوب منا إيجاد كم عدد الغرامات للكلور اللازمة لاستهلاك كل الفسفور الذي لدينا، وكم غرام من ثلاثي كلوريد الفسفور سوف يتم إنتاجه. وقبل إيجاد حساب العناصر المتفاعلة وهي كلمة خيالية للمسائل، إيجاد كمية تفاعل معينة لازمة أو كمية المواد الناتجة التي سوف يتم إنتاجها، قبل أن نقوم بأي من هذه المسائل يجب أن نتأكد أن معادلة التفاعل موزونة. إذن لنتأكد، في الجانب الأيسر هنا هذا الجزيء من الفسفور لديه 4 ذرات. إذن في كل الجانب الأيسر كل المواد المتفاعلة مجتمعة لديها 4 ذرات فسفور، إذن في المنتجات يجب أن يكون هناك 4 ذرات فسفور، لكن بالشكل المكتوب الآن لدينا فقط 1، إذن لنضرب هذا الجزء بـ4. الآن لدينا 4 ذرات فسفور في كلا الطرفين من المعادلة. الآن لنوازن الكلور، على الجانب الأيسر لدينا 2 ذرات كلور، هذا 1 الجزيء من الكلور ولديه ذرتين. هنا لدي كل جزيء ثلاثي كلوريد الفوسفور لديه 3 جزيئات كلور ولدينا 4 جزيئات منها، إذن 4 ضرب 12 لدينا 12 كلور في الجانب الأيمن، إذن 12 على الجانب الأيسر يجب أن يكون، إذن لدينا فقط 2 لنضرب هذا بـ6. إذن 6 ضرب 2 هي 12 و4 ضرب 3 هي 12. الآن المعادلة موزونة، وأربعة فسفور في كل جانب و12 كلور. الآن الشيء التالي الواجب عمله هو بعد موازنة المعادلة يمكن الآن الدخول في حسابات المسألة وإيجاد كم عدد المولات من الفسفور، لأنه حالما نعرف المولات يمكن استخدام نسب العناصر المتفاعلة وهي عن طريق النظر لكل مول، من هذا نحتاج 6 مولات ولكل مول من ذلك سوف ننتج 4 مول من ذلك، إذن يجب أن تكون كل الأطراف في المول. إذن لنجد كم عدد المولات للفسفور لدينا لننظر إلى الجدول الدوري، هذا الجدول الدوري ويجب إعطاء إسناد مناسب وهو لوفن هان سيدريك، استخرج هذا من الويكيبيديا، هناك ترخيص الإسناد ويمكن استخدامه مجانا. ولنذهب إلى الفوسفور، الفوسفور هنا الوزن الذري له 30.974، لنقرب هذا إلى 31 لنكتب هذا هنا. إذن الفوسفور له وزن ذري هو 31، وهذا يدل أن المول للفوسفور يزن 31 غرام. تذكر المول هو 6.22% ضرب 10 للقوة 23، وهذا رقم ضخم، هذا العدد من الذرات، من ذرات الفسفور ستزن 31 غرام. الآن إذا نظرنا إلى الوزن الذري اللي B4 أو الجزيء الذي لديه 4 ذرات فسفور سيكون 4 ضرب هذا، إذن سيكون له وزن ذري. حسناً، ما هو ناتج 4 ضرب 31؟ إنه 124، إذن 124، وهذا يعني أن 1 مول من، لنكتب هذا، هذا يدل هنا أن 1 مول من الجزيئات الصلبة للفسفور سيكون لديها،
حسناً، بما أننا نقوم بذلك بالجرامات يمكن القول أنه سيكون له كتلة من 124 غرام. الآن يمكن استخدام هذه المعلومات لإيجاد كم عدد المولات من الفسفور الجزيئي، جزيئات الفسفور الصلبة. إذن لنبدأ هنا. إذن لدينا 1.45% غرامات، أكتب هذا بهذا الشكل لجزيئات الفسفور. كل جزيء يحتوي على 4 ذرات، ويمكن إجراء تحليل أبعاد لنتأكد أن كل شيء يلغى سويا. ضرب هذه المعلومات هنا. لدينا 1 مول من جزيئات الفسفور لكل 124 غرام، لكل 124 غرام. لدينا هنا جزيئات الفسفور، سأكتب هذا هنا لنتذكر عن ماذا نتحدث. 1 مول من جزيئات الفسفور لكل 124 غرام من جزيئات الفسفور، ومن ثم هذه تلغى سويا. إذن على الأقل هذه الوحدات تلغى. الغرام من الفسفور، ومن ثم لدينا 1.45% ضرب 1 على 124 مول من الجزيئات، مول من جزيئات الفسفور، ويمكن إيجاد ذلك. لنستخدم الحاسبة، إنها 1.45%، ويمكن أن نقسمها على 124، أليس كذلك؟ ونفس الشيء مثل الضرب في 1 على 124، إذا نقسم على 124 هذه تساوي 0.001، وسنقرب هذا إلى، إذن هذا سيساوي 0.0117 تمولات من الفوسفور. هذا ما سنبدأ به. هذه هي 1.45%، وهذا منطقي. إذن كان لدينا مول كامل من جزيئات الفسفور، وسوف تزن 124 غرام، ولدينا فقط 1.45%. إذن هي أكثر بقليل من 1 على 100، وهذا منطقي. هذا الرقم هنا هو أكبر بقليل من 1 على 100. الآن سنفكر في كل مول لنكتب في الأسفل، بالرغم أنني لا أريد أن أفقد المعادلة هنا، يجب أن نفكر لكل مول. لنكتب إذن أن لدينا 0.011117 مول من جزيئات الفسفور، وكل مول من الفسفور كم مول من جزيئات الكلور نحتاج. إذن لنكتب هذا. إذن لكل 6 مولات من غاز الكلور سأقوم بهذا بالأزرق. لكل 6 مول من غاز الكلور نحتاج مول من جزيئات الفسفور. والسبب لكتابة هذا بدلا من كتابة 1 من جزيئات الفسفور لكل 6 مولات من غاز الكلور، لأنني أريد أن أتأكد من الوحدات أنها تلغى سويا، ويجب أن يكون هذا منطقيا. إذا كان لدي 1 من هذا سنحتاج إلى 6 من هذا. إذا كان لدينا 0.0117 من هذا سنحتاج إلى 6 ضرب 0.0117 من غاز الكلور، والوحدات ستجدي نفعا. هذا يلغى سويا، أنا فقط سأضرب بستة. إذا سيكون لدينا 6 ضرب 0.0117. أعتقد ما زال هذا لدي. إذا ضرب 6، وهذا يساوي
هذا يساوي، سأبقيها هناك لأنها هي صفر مرة أخرى، إذن هذا يساوي 0.07 مول من غاز الكلور المطلوب. ويمكن كتابة هذا هنا لنرسم المطلوب، المطلوب في البسط، المطلوب في المقام، وهذا منطقيا أكثر أو يوضح الأشياء. لكل 6 مولات من غاز الكلور وهو المطلوب، 1 من الفسفور المطلوب من الفسفور الصلب المطلوب، أو يمكن القول لكل مول من الفسفور نريد 6 مولات من غاز الكلور، وحصلنا على هذا من المعادلة الأصلية. إذا سأكتب هذا المطلوب أسفل هنا. إذا تقريبا انتهينا، أوجدنا 0.07 مول من غاز الكلور المطلوب. لكن نريد أن نجد كم عدد الغرامات من غاز الكلور المطلوب. إذا فقط يجب أن نجد عدد الغرامات لكل مول. إذا لنجد هذا لننظر إلى الكلور، الكلور هنا في اليمين، هذا جدول دوري كبير. الكلور هنا لديه وزن ذري مقداره 35.453. إذا الكلور 35.453 من بالألف الوزن الذري له. المعدل الموزون لجميع نظائر الكلور في الأرض سيكون غاز الكلور الجزيئي، لذلك والتي تملك 2 من الذرات سيكون له ضعف هذا. إذا يمكنني أن أفكر بهذا وستكون تقريبا 70.9. سأستخدم الآلة الحاسبة، لا أريد أن أقوم بحسابات سخيفة. إذا 35.453 ضرب 2 ضرب 2 هذا يساوي ضرب 2 هذا يساوي حسنا ضرب 2 هذا يساوي 70.906، لا نحتاج إلى آلة حاسبة. إذا سيساوي 70.906، هذا هو الوزن الذري. وهذا يدل حسنا لنكتب هذه المعلومات التي كانت لدينا من قبل. كان المطلوب لي 0.07 مولات من غاز الكلور، هذا المطلوب. إذا لنضرب هذا نريد مولات في المقام، إذا نريد مولات في المقام هنا. إذا 1 مول من غاز الكلور لكن لكل مول ماذا ستكون الكتلة؟ حسنا إذا كان الوزن الذري لغاز الكلور هو 70.906، وهذا يعني مول واحد منه سيكون له كتلة 70.906 غرام. إذا لكل مول لدينا 70.9 غرام. لدينا 0.7، إذا سنضرب 0.7 ضرب 70 لنجد كم غرام لدينا، وهذه الوحدة تلغى سويا. لدينا مولات من غاز الكلور وسيكون لدينا غرام المطلوب غرام، إذا هذا سيساوي 70 غرام ضرب 0.07. إذا لنحضر هذا هنا، إذا لدينا 70.906 ضرب 0.07 وتساوي 4.96% تقريبا غرامات. إذا 4.96% غرامات، وعمليا هذه غرامات، هذه غرامات من غاز الكلور. يجب كتابة هذا هنا، إذا غرامات من غاز الكلور المطلوب.
حتى الآن عملت بها مع تحليل الأبعاد وأجبنا عن الجزء الأول من المسألة. إذا كان لدينا 1.45% غرام من الفسفور كواحد من المواد المتفاعلة، ومن ثم سنحتاج إلى 4.96 غراما من الكلور. الآن السؤال الثاني، كم كمية ثلاثي كلوريد الفسفور المنتجة؟ الآن هناك طريقة لعمل هذا، طريقة سهلة، الكتلة محفوظة. إذا كان هناك غرامات على الجانب، الكتلة الكلية على هذا الجانب يجب أن تكون مساوية للكتلة الكلية على الجانب الآخر. هذه الطريقة السهلة. الطريقة الأصعب قليلا، وكنت قد فعلت الشيء نفسه بالضبط مع الأشياء التي قمنا فيها مع غاز ثلاثي كلوريد الفسفور، ويمكن القول أننا نحتاج إلى 4 مولات من هذا، ومن ثم إيجاد الكتلة لكل مول ونضرب ونقوم بهذا. لكن لنقوم بهذا بطريقة سهلة، نعلم أن لدينا 1.45 غرامات من المواد المتفاعلة، ولدينا 4.96% غرامات من هذا التفاعل، لذلك وهو المنتج الوحيد هنا، هنا المنتج، هنا يجب أن يكون هناك كتلة من المواد المتفاعلة لأنها ستتفاعل بشكل كامل. إذا لنجد هذا، لدينا 4.96، سنقرب هذا إلى 4.96 زائد 1.45، هذه تساوي 6.41 غرام من ثلاثي كلوريد الفوسفور. حسناً، 6.41% غرام، وانتهينا. إلى اللقاء.